كيف الجمع بين يا فضيلة الشيخ بين قول الله تعالى واضربوهن وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته او كما قال او كما قيل؟ هذا لا مناهاة، فإن الرسول أراد بذلك أن لا يسارع إلى الضرب، ليس بأن تخير مسارع إلى الضرب، بل الضرب آخر الطفل، الضرب يكون هو آخر الطفل، قبل أو الهجر، قبل أو الوعظ، قبل الهجر، ينبغي للزوج أن لا يلجأ إلى الضرب إلا عند ضرورة، وعند الحاجة، وعند يعني عدم جدوى وسائل أخرى، لأن الضرب قد يغيرها عليه أكثر، وقد يسيء أخلاقها، ويسبب فراقها، وقد يسيء أهلها أيضا. سمعنا أهمل ولكن في هذا العصر وفي هذا العصر سبب مشاكل كثيرة، ينبغي للزوج أن لا يعجز وأن لا يسارع الضرب إلا عند الحاجة وأمن العاقب أمن العواقب السيئة، إذا كان ضربها ستفضي إلى فراقه لها وإلى لأن أهلها عليه وإلى يعني مفوز من مشكلة كبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع من سوء الأخلاق حتى يعدل الله الحال بطرق العلاج الوعظ والتدبير او الهجر، فالزوجه ينبغي ان يكون حكيما، الضرب يترتب عليه مشاكل وربما افضى الى غير المطلوب ورد به التعديل ورد به ان ترجع عن خطئها، فاذا كان الضرب يفضي الى غير ذلك والى سوء مزيد السوء والى مزيد المشاكل والى تفاقم الامور فينبغي تركه عن فعله. الحاصل ان الضرب رخصه على خطر رب الله عز وجل التأديب إلى عادة إليه بعد ما قدم عليه الوعظ والهجر، وليس من أحسن من أفضل من يسارع إليه أو يفرح به أو يتخذه علاجا بذلك، فإن أفضل يؤخر ولا يعجل في أسباب إليه جمع بينهم.